بعد ما انتهيت من رسمة البتنجانة بالرصاص رسمتها لكم بالألوان الخشبية. دمجت الألوان الخشبية كده مع بعض، استخدمت فيها لونين اتنين بس أو تلاتة أو أربعة، الأخضر والأخضر فاتح والأخضر غامق. وبعد ما انتهيت من اللون الأخضر استخدمت اللون الموف الفاتح، وبدأت أظلل البتنجانة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كاملة. وبعد ما انتهيت من درجة الموف الفاتح استخدمت الموف الأغمق شوية عشان يديني الدرجة اللي انا عايزاها والدرجة اللي انا حابة ألون بيها. ولو الرسمة بتاعتي عجبتكم قولولي ايه رأيكم فيها، وعملولي لايك وشير ومتابعة على الفيديو، وتابعوني على قناتي على اليوتيوب وانستجرام وعلى فيسبوك. اشوفكم على خير، باي باي.